غصف عندنا تعال اشتري مننا جورج غصف عندنا طب الجراح قلوب الناس اداويها لا 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 ويا مجراح سيرة الليلة داريها لا 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 طب الجراح قلوب الناس اداويها لا 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 ويا مجراح قلوب الليلة داريها لا 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 غير البعد هين كنت فاكر اني نسيت حبي قدام في الحنين بس في الاخر لقيت ان عمري ما هقدر انسى احلى ايام الهوى واللي باقي هيبقى ذكرى اللي باقي هيبقى ذكرى اللي باقي هيبقى ذكرى يا جدعان بقى جدعان بقى في ايه انا بقالي 3 ساعات ريم شوف محدش اشترى تذكره يا عم يا ابني ما بعناش تذكره دي بعنا 8 تذاكر كلهم صف اول فتيهات من اللي حاجزهم انت ايوه قلت عشان العيله تقعد في الصفوف الاماميه يا نهار ازرق اوعى يا عم اوعى يا عم سيب لي الطلعه دي انت وهو اوعى حفله العسليه حفله كبيره اتفضل جيب عسيبه ست مين السيدات والسادة يو انت بيك انت بي سانت ويدي يو السيدات والسادة انت بي انت ويد يس ام بو يو اهلا بكم في مصر يا استاذ عمرو العالم ده هتبوظنا يا بني ادم في ضيوف اجانب لازم الحفله تبقى بكذا لغه اوكي عندي فكره تجنن عشان تبيعوا التذاكر هتبيعوا التذكره معاها كوبايه شاي وشيشه وسحلب ومغات مغات ايه يا عم انت احنا عندنا حاله ولاده خلاص يا جماعه الطلعه دي عندنا يا اخوانا عرض العيله اشتري تذكرتين وعليهم مشروب هديه وبلاش نستحف في ايدينا الاطفال اه والزياره ممنوعه بعد 7 في ايه يا عم انت ممرضه شغاله معانا يا جدعان كده انا بضيع بقول لك ايه احنا بنبيع التذكره بكام ب 8 جنيه نخليها ب2.5 مش كتير شويه ما كانت ب8 انت بتستهبل ولا ايه خلاص يا جدعان تعال اشتري مننا ب2.5 عندنا الله. تعال اشتري مننا ب2.5 عندنا الحمد لله على السلامة يا عم ب2.5 اهو ب2.5 بس بالصف وبس ب2.5 بس ب2.5 اهو ب2.5 اهو تعال اشتري مننا جورج والصف عندنا طبيب جراح قلوب الناس داوية ويا مجراح قلوب الليلة دارية راجل البعد يقيد كنت فاكر اني نسيت راجل البعد يقيد كنت فاكر اني وصوف بعد شوية سوف تشوف سوف تشوف جورج وصوف بعد شوية سوف تشوف جورج وصوف تعال واحد جورج تعال واحد جورج وصوف تعال واحد جورج تعال واحد جورج جورج وصوف جورج تشوف جورج وصوف جورج هشوفه بس شوف التذاكر بقى ايه شوف لمينا لما يا جدعان يا جدعان السلطان اتاخر قوي يا جدعان يا جدعان ده سلطان هتلاقيه نايم والنوم سلطان وبعدين ده جاي من بعيد قوي جاي من سوريا 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 ايه بطل غباء من حلب هديك بالحلب على وشك طب بقول لك ايه والنبي انا عايز بس التذكره بتاعتي انا يا عم فتله انا بحب السلطان قوي ربنا يبارك لك ايه ده ايه ده يا فتله ده انت الراعي الرسمي المقص الذهبي اديله كمان حبيبي ما خلاص كده حلو اهم حلو ده دفع 200 جنيه مش فاهم حاجه والله ماشي ماشي يا عم فتح ماشي يا عم فتح في الصفوف الاماميه قلبي حبيبي كرسي واحد انت كرسي واحد ماشي عايز كرسي كمان لا حلو كده ماشي يلا خش انت يا عم فتح خش يا عم فتح بقول لك ايه ايوه هو يا اخويا متواضع كده هيسلم علينا ولا عامل فيها بقى نجم ابو وديع ابو وديع عن الطيبه والاخلاق والاحترام ده متربيين سوا انا ووديع ابنه فاكره ايام الشنب ده فين جاي ايه ليه ايه اللي جابك يا حبيبي انت جاي اتفرج على الحفله تتفرج على الحفله ايه دفعت تذكره لا انا معزوم لا هيدفع هيدفع ادفع هدفع طلع يا حبيبي طلع ما تنرفزنيش خلاص خلاص هات يا حبيبي وهات 50 كمان ليه هات المدام دفعت مدام ايه يا هبل انا اختك بس ما انا عارف ان انت اختي اسكتي بقى حضرتك دي تذكره واحده فين التذكره الثانيه لا ما دي اختي نادى خلي ركز في تذكرتك الله حاضر حاضر التذكره دي هناك ليه
ازيك يا زماره؟ ازيك عسليه؟ خير يا عم الامور انت وهو؟ اللي هو هي دي حفله جورج بجد؟ ايوه حفله جورج بجد. طب خلاص احنا داخلين نتفرج على الحفله وقضي عشان تتقضي. بلطجه يعني؟ اه بلطجه. طب اتفضلوا خشوا. ايه اللي اتفضلوا عسليه؟ من غير ما اسلم عليهم حبيبي خرجوش. حبيبي يا زمارة انا قلت كده ولا حبيبي؟ اتفضلوا يا باشوات. يدخلوا فين يا بابا انت وهو؟ هيدفعوا. هندفع يا افراح، ده انا حتى لسه كنت بسالهم التذكره بكام. لخص، مفيش بره تقضي بمشاعي. مشاعي هات يا افراح. هات يا افراح. اوعى انت، خد يا استاذ. انا كنت عايز ادخلكم بس هي اللي جت. امسك. معلش حساب بعدين يا زمارة. اتفضل. هات. اتفضلوا. ماشي يا زمان. اتفضلوا. ماشي يا افراح. اتفضلوا. ايه ده؟ لا حبيبي ده انت تحضر من بره الحفله، تسمع بس جورج، اركن على جنب. ايه؟ النجم جه. قال امال لو حمل حادثه هتعمل ايه؟ النجم جه؟ النجم جه. اوه جه. جورج اهو، جورج اهو، اوعى اهو، جورج يوسف، جورج يوسف، تعالى شوف. على شوف جورج يوسف. بس ممنوع الاقتراب او التصوير، معانا حاله خطيره. قصدي معانا نجم كبير. جورج يوسف اهو على عينيكو. تعال اشتري مننا. جورج يوسف عندنا. تعال اشتري مننا. جورج يوسف عندنا. تعال اشتري مننا. جورج يوسف عندنا. تعال اشتري مننا. جراح قلوب الناس ادويها. الله يا بجراح قلوب الليل ادفيها. غمض عينيك يا ولع. اكتر من كده يا نجم؟ طب شايف ايه دلوقتي؟ مش شايف حاجه. عشان البتاع اللي على دماغك دي اوعى كده اهو. ايه ده؟ ايه ده يا نجم؟ ولع، عارف انا اخترتك ليه من دون كل الحاره دي؟ ليه يا نجم؟ عشان ما لقيتش غيرك. وده معناه ايه بقى بالظبط؟ مش عارف. المهم يا ولع، انت اللي هتطبل ورا الاستاذ جورج والصوف. انا؟ ايوه انا اخترتك انت يا ولعه، ودفعت 1000 جنيه عشان تبقى الطبال الرئيسي في الفرقه. هات بقى 300 جنيه. مش لما اقبض الاول؟ خلاص يبقى انا ليا عندك 300 جنيه. ماشي يا رجل. اهم حاجه النضاره دي علشان سالفها. حاضر. النضاره دي ب7000 جنيه. اه. ومعاك 300 جنيه، يبقى عليك كام؟ 7300. 7300 جنيه. اه شكرا يا نجم. بارك الله فيك، توكل على الله يا ولع. ليديز اند جنتلمان، حان بنا الموعد واللقاء مع نجوم الحاره والكل حاره، عسليه قلب زماره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. حبيبي قال لي بحبك، قلت له اتنيل. لنا لقاء مع المطرب اللي غنى قلبي عشقها، هي افراح وقاضي. ايه ده؟ مين ده؟ ايه جورج؟ جورج ايه اللي غنى الكلام ده؟ امال مين؟ ده كاظم الساهر. اسكت انت بقى خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخوكم زمارة يحييكم وكما وعدكم لقاءات مختلفة في حارتنا الشعبية. نعم زمارة بيتعب وبيسعي عشانكم انتم، عشان يمتعكم. والآن مع عازف الإيقاع الإنجليزي الذي نشأ في إنجلترا وتربى في لندن، الفنان الذي استقر في بنما، جون جولونزنبري. اوه سافا. اوه 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 يو هات افارش. ايه ده؟ برونت رترما متريتو ولا رترما تريكلو بمترالو تريدوس. انه يقول انتو وحشتوني وحشتوني وحشتوني. امبريتو دكتوم تراتو بلترفرنتو تلستراندو تريدوس. بقولك يا خيبوش. يلا. الواد ده شبه ولع. عم ولع ايه ده؟ بيقول لك ارجنتين افريقيا موزمبيق حاجه من كده. ما هو الواد شكله افريقي برضه. حابب تقول حاجه تانية؟ لا كده عسل. بيقول جنفارن جنباري. استنى انا اقفش لك. يلا ولا ولا اهتم بنفسك.
احترم ناسك. اه ولع اهو ولع. ده ويا زمايا. يا دي ولع. ناس ما حدش يتكلم. احترم نفسك. اقعد هطلعكم الحفلة. جايين يبوظوا الحفلة عليكم ولازم نسقف كلنا. والآن مع اللحظة التي طالما كنتم تنتظرتمونها. ها طالما تنتظرتمونها؟ خلاص بقى ما تسيبكم هم سامعينها عادي. الفنان الذي تربى معي في الغنى، الفنان الذي جاء إلينا من غير كسوف وعمل فينا معروف، جورج وسوف. قلبي منورين حبيبتي ولاد امبابا عرزي زمره حبيبي حبيبه سلطان عسليه عسليه حبيبي انت معه اخوه حبيبي حبيبي عسليه اهلا وسهلا بالجميع وبالجميع اهلا وسهلا فيكم حبيبه قلبي منورين فردا فردا افراح بحبك يا جواد حبيبي سلطان بس منورين بالقلب بالقلب حبيبي زمان حبيبه سلطان العرب قول لهم علاقتي فيك ايه حبيبي تربيتي يعني حبيبي نزل عندي قول لهم لما كنت باجي لك بقى في دبي دبي لبنان لبنان هلا حبيبي عسليه تتبعه تمام حبيبي منورين حبيبتي حبيبي والان ساترك لك المسرح احتراما لك طيب يلا سيبه يلا بقى استاذ جورج هتقولي ان شاء الله يحسدوني لما بضحك يحسدوني بضحك يلا يلا يحسدوني واحد يلا يا استاذ بحبك يا نجم بيحسدوني من بعيد من غير ما حتى يقرب مني يشوفوني يشوفوا شايفي تعالوا حبيبي منوره يا مشحتكم منوره والنبي يخشي بموت في فلقه سنانك دي فرحانة قوي يا فرح يا اختي عشت وشاف جورج وسوف في حارتنا يا اختي هلا هلا ويا لمالا تعرف حيبوش اصوتاني الطيب ده طيب مني ان احنا نعمل دويت بس اختلفنا في الاكل ممكن تقعد ساكت بدل ما تجيب القلم حاضر يا عم خيبوش تعالوا حبيبي زمارة يحسدوني لما افرح ليه تاسع؟ ده سلطان الطيب ابو وديع يعني ايه يخلق من لحم 40 لحم يا رب يا حليم السلطان اصل انا بحب ابويا قوي بس على فكره افرح احلى بكتير يا عم حليم السلطان ايه بقول لك سلطان الطرب ايه عظم على عظم ابو وديع الله يعوض عليك مين ده؟ انا سلطان سلطان؟ اه امال ده مين؟ دي ابو وديع ايه ده يا عم؟ ايه الهيلمانات دي والتكاليف دي؟ ليه كل الكهارب دي؟ مش قلت لك لازم تبقى في الملموم شويه يا عم؟ ما هي كده في الملموم يا بني ادم، لازم شويه الكهرباء والحاجات دي اهم سهل فل عشان بس الناس تصدق انها حفله لجورج وسوف. طب ما هي حفله لجورج وسوف. زماره. يا عمري لازم احنا نصدق عشان الناس تصدق. اصبر عليا بس. انا بكره جيت في الحاره هنا عمرو دياب ومحمد فؤاد. ازاي انا؟ هتفق مع الاستاذ تامر عبد المنعم. مين تامر عبد المنعم؟ اللي عامل مشخصات اتنين. اه بيعمل حمائي؟ بيعمل حمائي مشوي. بس كده تمام. طول ما اخواتكم بيتنازلوا لكم عن مراسهم يبقى انتوا بتنفذوا شروط الوصيه بالتمام والكمال
انت الخير والبركه برضه معلم حبيبي. انا بس شايف ان انت لو تدينا بقى صوره من الملف ده عشان نريحك وما نقلقش منامك، اصل انا شايفك معمص يعني. لا يا اخويا ما تعتلش همي، انا ما وريش شغلانه غير قضيتكم انتوا بس. طبعا ما هما دخلوه الزبون من ايام الملك. الحق متر بتقول عليك ايه؟ ايه ده؟ بتقول ايه يا افراح؟ لا ده انا بقول يعني انت كبرنا وربنا يخليك لينا يا رب. حبيبتي ربنا يرحم امك. ايه يا استاذ ده فضل ولا فعلك؟ المرحومه لسه عايشه. مرحومه ولسه عايشه؟ ربنا يخلي لك امك ويرحمها بعد كده. ربنا يخليك. بقول لك بقى يا استاذ نعمان، ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. وحياه الجرافات بتاعتك دي اللي ملهاش ملامح، ما تشوف لنا كده حاجه خالص مخلصه. تصدق يا ده عشان انت قلبك ابيض المره دي هديك حاجه من على وش القفص. انا قلت لكم ده بتاع خضار اساسا. وبعدين ايه اللي وبعدين؟ ما تكلمني هاره زماره ايه عليك بالطفايه دي بالكرافات؟ زماره انا زماره هاره ما فيش ولا حاره ما تعرف يا عيني. الله انت بلوم تجاره وساره ويار ما يعرف مين. الله الله ايه ازاي الجمال ده؟ انت بتقول ايه؟ ايه ده؟ ايه يا ابني في ايه؟ انا مش فاهم حاجه في الورق غير الختم. انت هنوصل له ازاي يا عم؟ انا عندي فكره. ايه؟ احنا نرجع تاني لاستاذ نعمان ونبدله. واحنا جايبين شاشه، انت غبي يا ابني. من الاخر كده الواد ده كده مهم وعليه حراسه واحنا مش عايزين مشاكل. يا ابني اهدى بقى انت. هو بقى انا لسه في عندي كروت ما لعبتش بيها، بطلعها وقت الزور. والله العظيم ما في حاجه مخوفاني غير الكروت بتاعتك دي، بتوزعها في الاشارات وبرده ما فيش نتيجه. شويه ثقه بقى، شويه ثقه بقى. يا شيخ بس ونجم بلا ثقه ولا بتاع، انت اللي مودينا في داهيه. على فكره يا عمرو، انت حياتك كلها كروت بس، انت عمرك ما كنت محامي في نظري. انا؟ بقول لكم حاجه؟ ايه؟ انا ملاحظ من ساعه ما جينا عند الاستاذ نعمان وفي حواوش تحت البيت، بس ايه؟ تحفه. وبخمسة جنيه بس يا عمرو. تيجي ناكل منه؟ يا وعمرو يا عزيز. يلا يا عمرو. يلا يا عمرو. يلا يا عمرو. يلا يا عمرو. فيرست كونجراتيوليشن مستر بين اند ويلكم ان ماي مكتب اند نايس تو ميت يو اند وي ويل بزنس. Very good. Look, Mr. Amr, we need to talk about a lot of things. Yes. But you have to trust in this player. لا trust, no trust. بقول لك لعيب جامد جدا. يمين وشمال left and right and head. He big head. And هتشوفه عهد الله بعينك. Big head, big head. I know. You never understand me. Because I speak English, but أنا أقدر أتكلم عربي شوية. أنت فين يا عم؟ خش عليا بشوية. أوكي. ده أول تعامل بيننا، وأنا أحب إن دي تبقى زي ما بتقولوا فاتحة خير. إن شاء الله، إن شاء الله طبعًا. أوكي؟ طبعًا. Right؟ Right. I need this player to be good. أنا عايز اللعيب ده يكون كويس. يا خواجة خواجة، ولا ببيع لك أي حاجة؟ بقول لك لعيب أرجنتيني. ها؟ أرجنتيني. ليفت ورايت، يمين وشمال. والبيسي؟ رودريجو أرجنتيني. أرجنتيني. والبيسي؟ ويلز هنفاني ريستوران لسين هم رسلني لامرس هيفوش دولو يالو أرس هيفرسني واش مستر بين؟ مستر بين أرس مستر بين أرس هنفاريس فانا دولو بارجين مستر بين أرس لين دولار وردين ألو غيدور بارجين دولين أبورين بين كالسو كالسون 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 كالسون. ها انه سعيد ان يلعب في بلادكم خاصة انها بلاد حارة دافئة باردة ولا تحتاج الى كالسون. اغني ديدي ارزيني جبارين دي كامارات ميني ميني ازريني بارالين دي ميني ميني بارزيني دي بابا. انت بتحب المزيكا؟ بحب المزيكا. مين مش بيحب المزيكا؟ خواجه طلع بيحب المزيكا. انا زي ما انت بعرف زي ما انت بلا زي ما انت بلي تايم انا نيت بارين زي ما انت بلا زي ما انت. الجيتار هيبقى معاه في الملعب يجيب جول، هينزل يعزف للاعيبه وللمدربين. نو 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 انا زي ما انت بعرف زي ما انت اوكي. بيقول لك اوكي اهو. انا نيت بلا زي ما انت. انا ديتا انا ديتا انا ديتا
تسمعوا طيب الاول. ارجنتينا 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 برازيليني. غني معاه بقى والنبي غني معاه عشان ما يقفلش. ارجنتينا ارجنتينا ولا بورتو مارينا ارجنتينا ولا بورتو مارينا ارجنتينا ولا بورتو مارينا ارجنتينا 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 ريا ويسكينا ارجنتينا يلا روح باسينا ارجنتينا ارجنتينا نمبر 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 اولا زين الدعوة بقى لازم بيقول لك عم رد معاك كده خلي القعده تحلى. ارجنتينا انا ارجنتينا ارجنتينا اولا ارجنتينا ارجنتينا اولا بورتو مارينا ارجنتينا 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 اولا بورتو مارينا ارجنتينا 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 ارجنتينا. زي الزفت وانا مش عايز اللعيب ده اصلا. بيقول لك زي الزفت ومش عايز اللعيب ده اصلا. اللي ما مش عايز تاخدني اللي من ليه؟ ايه يا زفر؟ انا عملت اللي عليا يا معلم.